وإلى مجهودات الدولة في قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة توفير أول مواد خام فرنسية وبأعلى مواصفات الجودة لتصنيع الأنسولين البشري محليا لتوفيره داخل مستشفيات الوزارة للمرضى بالمجان، وكذلك في الصيدليات الحرة بأسعار في متناول جميع المرضى. وأوضحت الوزارة أن الأنسولين الجديد سيكون متوفر بثلاث أصناف، وأنه تم ضخم يقرب من 210 ألف عبوة في السوق. فاصل ونواصل بعده نشرة المصر اليوم من القاهرة، والناس تابعونا.